بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معنا قصة، معنا كلام عن سورة البقرة ماذا فعلت. بس بدي أنبه أمر مهم، هذه العوارض التي تحدث أو الأعراض التي تحدث عند قراءة سورة البقرة، لا تنسى إنها شياطين تسكن في جسدك، عيون تسكن في جسدك موكلة فيها شياطين، هو العين والحسد والسحر كله شياطين موكلة فيه، تحرسه في داخل جسدك، تؤثر في هذا الجسد، تهلكه. يعني الرسول عليه السلام قال أكثر ما يموت أمتي بالعين، والعين لو كان شيء لسبق القدر، لأن لو كان شيء يسبق القدر لكانت العين، فإن العين لتأخذ الرجل إلى القبر والبعير إلى القدر. فدير بالك عليك بالتحصينات، مهم التحصينات في حياة المسلم. ليش؟ لأنه إحنا الله خلقنا وبدأت الحرب منذ سيدنا آدم، منذ أبونا آدم بدأت الحرب بين الشيطان، بين إبليس وأبونا آدم، وهذه الحرب مستمرة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، فإحنا علينا أن نستمر في هذا التحصينات ولا نغفل عن هذا الأمر، لأنه بالآخر وين رايحين إحنا؟ عجلنا والعياذ بالله. فعلينا أن يعني نحافظ على أنفسنا، لازم تحافظ على نفسك. كيف بتحافظ على نفسك من الأمراض والأوبئة وهكذا؟ كيف لما أجت كورونا وبدأت تحط الكمامة وبدأت لا تتواجد في كل مكان وهكذا كنت محافظ؟ كذلك أنت لازم تكون محافظ أنك لا تتواجد في كل مكان، لأنه شياطين موجودة في كل مكان، أعراس، أفراح، في مجالس الغيبة والنميمة، القروض الربوية، كل ما يغضب الله موجود فيه شيطان موكل فيه، شيطان يغريك فيه حتى تأخذه و يبدأ سخط الله يعمل عليك. ولسورة البقرة هنا دور عظيم بتنظيف هذه الأسحار من جسدك. لا تخاف، لا تخاف، كمان مرة لا تخاف من هذه الأمور. ممنوع تخاف، أنت قوي، مع الله أنت قوي، بدون الله أنت ولا شيء، يأكلك الشيطان ويعني يرميك في قعر جهنم والعياذ بالله. إحنا بدون الله ولا شيء، شيطان بيلعب فينا هيك، بلف لف فينا. مش معنى احنا مع الله واحنا بنصلي وبنصوم، لا، احنا كمان بنصلي وبنصوم وبنبقى مع الشيطان. الذي مع الله هو المراقب لله، وعشان نراقب الله ونكون عندنا بصيرة قوية لمراقبة الله ونعرف الحلال من الحرام ولا نقترف، ونستطيع أن لا نقترف الحرام، ونستطيع أن لا ننبطح تحت شهواتنا، ونستطيع أن نترك ذنوب الخلوات والذنوب التي توقعنا في المهالك، بدنا سورة البقرة. الله أعطاك أداة، تركها حصرة، أخذها بركة، وتركها حصرة لا تستطيع البطلة، بطلة السحرة وكل شيء باطل. أعطاك أداة الله، أنت رميت على هالأداة، إذا ما حداش علمك إياها بفضل الله تعلمنا أنه سورة البقرة هي الضامن أنك أنت تنجو من شراك الشيطان. لا نجاة لك، بيجي الراقي يرقيك ويبطل السحر، يخرج الشيطان بعد بكرة، يرجع الشيطان كمان مرة بسحر جديد. لكن أصحاب سورة البقرة الذين بينا كيف بالفهرس الذي سيرفق في صندوق الوصف في التعليق الأول، في حلقات كثيرة جدا في أقفال سورة البقرة، معلمة باللون الأصفر، شوفها، تعلم. نعم تعلم، الله خلقنا لنتعلم، واحد بيعلم الثاني. عندما صنعوا السيارة، عندما صنعوا السيارة ما صنعوها على اليوم على كهرباء، صنعوها بلشوا على بخار على ما أظن، بعدين على بنزين، وبعدين يعني شوي شوي تطورت الأمور حتى صرنا بهذه السيارات التي فيها مكيف كهربائي وفي طاقة شمسية وما خلوا. فاليوم تعلم، فتعلم شو بتعمل لك سورة البقرة من ناس عاشوها، وأنا واحد أنا عشتها لربما حتى الآن لربما 2500 مرة وأنا أرددها يوميا. فلسورة البقرة دور عظيم في تنظيم حياتك والحفاظ عليك من الوقوع في شراك الشيطان. الشيطان مزين لك كل شيء، لكن سورة البقرة بتعرف لما في عملة، في عملة مزورة، في ماكينة بتفحص العملة المزورة، كل شيء عندك أنت مزور، كل شيء بالحياة مزور،
كله 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 مزور، زور لك إياه الشيطان، زينه. لكن سورة البقرة بتيجي هاي المكينة اللي لما بيفحصوا عليها العملي، إذا كانها مزورة بتقول لك هاي عملي مزورة، ترميها جانبا، وسورة البقرة سترمي لك كل الباطل من حياتك، بتصير أنت حكيم. مش لأنك أنت حكيم، لأن هي حكمتك بفضل الله، يعني وكأنه بتعطيك الفهم الحكمة. سورة البقرة كل يوم بتزيد، كل يوم بتزيد، كيف الطفل الصغير يكبر ويكبر ويكبر، وانت تكبر ويكبر فهمك وحكمتك وعلمك وبصيرتك مع سورة البقرة كلما زدت. والله لو كنت عالم بدون سورة البقرة إلا لينقصك الشيء الكثير، حتى لو كنت حافظ لكتاب الله وحافظ لكل، إذا لم تردد وعارف عمال تردد هذا الحديث بالذات، أنا عارف عمال أردد هذا الحديث، أي حديث؟ اقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حصرة ولا تستطيع البطل. ليش بتقرأ يا أبو أحمد هاي سورة البقرة؟ عمال أقرأ، أنا سمعت هذا الحديث، أنا عمال أحقق هذا الحديث. نعم، أبو أحمد يقرأ سورة البقرة بهذا السبب، سمع الحديث، مسك الحديث، تفقد الحديث، وجده صحيح، عرفت إن في ثنايا هذا الحديث فيه شيء عظيم، بس بعرفوش شو هو. بدأ يتجلى ويتجلى ويتجلى، عمال أبين لك مما وجدت. فأنا مش بقرأ سورة البقرة لأني أنا مكيف على سورة البقرة، لأن أطول آية وفيها 250 ألف حسنة، لا طبعا، هي بدي إياها كل هذه الأجور في هذا الحديث. وأنا عمال طلبت من الله أن أكتشف هذا الحديث ما معناه، وهذا الذي أنت عمال تسمعه. فلما بتقرأ سورة البقرة، لو كنت عالم وشيخ، اقرأ في هذه النية: يا رب جللي ماذا قصد رسول الله في البركة. شو يعني الدولار دولارين والسياسيتين؟ أيعقل سورة البقرة بدولار دولارين يعني قيمة الدولار تصير يعني بركة هكذا، والسياسيتين يعني اليوم وكأنه يومين؟ ما يقول هذا هو. وتركها حصرة، ليش يعني يا رب؟ شو يعني حصرة؟ إيش شو تسيبني؟ ولا تستطيع البطل، شو يعني السحرة؟ يعني لا يستطيع أن يقرب مني، خلاص. ولكل شيء باطل، وتفتح البصيرة ويفتح الفهم وفهم الرزق وكل شيء. فالكلام كبير يا جماعة، والله الكلام بفضل الله والفضل كله لله، إنه من سورة البقرة. كل كلمة بتسمعها من ثم أبو أحمد، قولوا هذه من فضل الله على أبو أحمد، من فضل الله على أبو أحمد، لأنه يقرأ سورة البقرة. والله لو لم كنت أقرأ سورة البقرة ما سمعت مني حرف. أنا في 2015 كنت أدرس، أعطي دروس بأقوال المشايخ، ما كانت عندي حقيقة كلامهم، فهمت؟ كنت أعطي دروس لكن ما عشت الحقائق. أنا بدأت أكتب حقائق الاستغفار بال 2015 بعد ما خلصنا كل شيء. نعم جاءني المطر وجاء 4000 دولار، وقضي الدين بعد ما خلصنا العبادة، ما انتكسنا بال 2015، بينا وقضي عني أكثر من 80000 دولار، لأن الله هذا عطاء بالاستغفار. نسمع القصة عشان لا نطيل. أنا سورة البقرة إن شاء الله لها شوي كمان مرة. أنت ما تخاف، هذا يعني هذا رجل، أي إجر من تحت للرجل صار عنده إحمرار، الصورة مش واضحة مليح لأنه الشاشة شوي. لسه بيتكلم هو عن نفسه، هنا بيتكلم عن نفسه إن شاء الله. لا تخاف، هاي أنت بتنظف حالك، أنت بتروح بتنظف حالك بسورة البقرة، بس اسمع شوي وأنا سأتكلم. استمعت للشروحات نسمع القصة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ممكن أعمل تسجيل صوتي باللي أنا كتبته بالضبط. أنا كنت أقرأ البقرة يوميا مرة واحدة، لا أذكر المدة فهي ليست طويلة بأي حال من الأحوال يعني. فاستمعت لفيديو
كان فيديو عابر وكنت لا أعرف التحصينات اللي أنا مفروض أقولها قبل سورة البقرة. وهنا دخلت استمعت للفيديوهات وإن إحنا نقرأ سورة البقرة وإن البقرة ليها أربع أقفال، واستمعت للشروحات للأخ محمد حجازي. فما هي إلا أيام معدودة وشعرت بالأعراض. الأعراض كانت عبارة عن هبات سخنة في جسمي، كأني كنت في البحر طول اليوم، ولما رجعت البيت عارف الإحساس اللي هو نتيجة جلوسك على الشاطئ طول اليوم، فجسمك بيتشبع باليود، فلما بتروح في البيت بتلاقي هبات سخنة كده، بتحس ان جسمك بيطلع اليود بتاع البحر اللي انت قعدته على طول اليوم. ده احساس انا حسيته. وحسيت كمان بعدها ان في النسيم زي ما الاخ محمد حجازي قال، انا شبهته، ما كنتش اعرف لفظ كلمة نسيم، او ما كنتش لسه استمعت للاخ محمد حجازي في العرض ده بالذات، فحسيت ان هي زي نعناع كده، عارف احساس النعناع المنعش في جسمك او في ساقك، كأنك بالظبط اكلت حلوة استمعت، فكانت حلوة كأنك بس حسيت انها النعناع ده في ساقك او في رجلك بيطلع منه عليل كده، زي كأنك اكل حلوة النعناع. وفي مرة تاني يوم او تالت يوم كنت بجيب طلبات للبيت عندي، فجبتها وحطتها، فبخلع هدومي، فتلاقيت زوجتي بتقول لي ايه ده اللي في جسمك دوان، فببص على جسمي لقيت صدري وظهري وبطني مليانة حبوب وبصور كده هون مليانة سائل، معرفش اذا كان ده مية او صديد، لا اعرف يعني، ما حاولتش اعرف، انما هو مش ما كانش بيوجعني يعني، او ما كانش بيقلمني، فظننت ان ده الخبث طلع مني خلاص، وان الحمد لله رب العالمين ربنا نجاني. فنزلت بالقراءة من اربع مرات لمرة واحدة، طالما ان انا افتكرت ان انا شفيت يعني، بس اكتشفت ان هو انا بيتم خداعي، انا لم انجو، قفشت نفسي ان انا بعمل لسه ذنوب او بعمل ذنب، فقررت ان انا اعود للقراءة سورة البقرة وادخل معاها الاستغفار وادخل معاها الاستغفار. فطبعا قدرت يعني على قدر المستطاع انني اوصل بقراءة سورة البقرة ثلاث مرات في اليوم مع اقل عدد قاله الاخ محمد حجازي، وهو 12,000 استغفار، وكنت ازيد لحد لما اوصل ل 17 و18 و20,000 استغفار مع ثلاث مرات لسورة البقرة. فوجدت بعديها كده ان في رجلي السورة اللي حضرتك شايفها دي، بقعة على هيئة عين او عضة، وبقعة كده هو حمراء دون ألم، مفيش ألم برضو، بس بقعة ناشفة، تحس ان ملمسها ناشف كده. فعرفت برضو ان دي ممكن تكون عرض من الأعراض. وبعدها بيومين قلت ان شفت مطر، بس مش مطر كان بمعنى الكلمة، ما كانش غزير، انما كان رذاذ خفيف. بعدها بيومين طبعا حمدت ربنا وشكرته، ف
بعدها بيومين زوجتي رأت لي رؤية ان احنا كنا نايمين على السرير، ورأت ان في شياطين او جن بتخرج من جسمي وانا نايم، وكنت انتفض مع كل شيطان يخرج من جسمي يندفع من جسمي، جسمي يعلو سنتيمترات كده هو ويتهبط على السرير او ينزل على السرير بقوة كأني انتفض. وهي قالت لفظ بخصوص الرؤية دي ان هي كانت واضحة جدا وقوية جدا لدرجة انها شعرت انها حقيقة مش مجرد رؤية او حلم. فحمدنا ربنا برضو الحمد لله ان دي كانت من المبشرات والله اعلم. مستمر في قراءة البقرة والاستغفار ان شاء الله. وكان في طبعا بعض الاعراض التانية اللي انا كنت بحسها على مدار الايام اللي انا كنت بقرأ فيها البقرة والاستغفار، زي الصداع والتثاؤب والتجشؤ ونوبات من انتفاخ البطن ونوبات من الامساك ونوبات من الاسهال وحرقة في المريء، حرقان كده في المريء، وتعب في عضلات رجلي، تشنجات في عضلات رجلي. وكان هناك برضو بقى يعني مع الالم كان في تسويف في القراءة والاستغفار، ان انا يعني انا ممكن اقرا الثلاث مرات بتوع البركة البقرة ورا بعض. فلا انا كنت انا بقسمهم على مدار اليوم، مرة بعد صلاة الفجر، ومرة بعد صلاة الظهر، ومرة بعد صلاة العصر. فده اللي انا كنت بقدر اعمله يعني. وبعدين مستمر الحمد لله. وبعدين تلاقيت وانا عمال اقرأ في سورة البقرة في حاجات وقرت في قلبي، يعني في انا حسيتها انها فتوحات من الله سبحانه وتعالى. اولا ان سورة البقرة سميت سورة البقرة علشان قصة البقرة بتاعت بني اسرائيل مع سيدنا موسى، وقال انهم يذبحوا بقرة، وكان غرض ان هو الذبح البقرة ان هو يضربوا ميت او قتيل ببعضها، فالقتيل او الميت صحى وقال على اللي قتله. فهو البقرة اساسا وقر في قلبي انها لإحياء الموتى، الموتى بقى بكل حاجة، موتى القلوب وموتى الاحوال وموتى الحال. فاحنا يعني التعطيل او حاجة هو 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 موت او هو تجمد، هو حالة من حالات ان انا كنا بنحس بها ان احنا فعلا كالاموات. فهي البقرة جاية مخصوص لإحياء موت القلوب وموت الأحوال، هذا ما وقر في قلبي. وبعدين مع قراءة برضو تلاقيت ان قصة سيدنا إبراهيم مع ربنا سبحانه وتعالى ان هو ربي أريني كيف تحيي الموتى. فربنا قال له خذ أربعة من الطير فصرهن إليك واجعل على كل جبل منهن جزءا، اذبحهم وحطهم على الجبال ثم ادعوهم يأتينك سعيا. فتلاقيت هنا رقم أربعة مرتبط برضو بإحياء الموتى والطير اللي ذبحهم سيدنا إبراهيم. ليه الأربعة؟ ليه سبحانه وتعالى الأربعة ما قالش واحد؟ ما الواحد برضو هيخلي سيدنا إبراهيم يؤمن أو يرى الموت إحياء الموت. ما قالش اتنين ليه؟ ما قالش تلاتة ليه؟ ما قالش أربعة ليه؟ ما قالش سوري 10 ليه؟ قال أربعة، حدد الأربعة. وبعدين
وبعدين برضو يعني أنا أدعي بفضل الله تعالى إني أعرف مبادئ حساب الجمل، يعني وإنه ده علم شرعي ومادة علمية تدرس في المادة في الأزهر عندنا في مصر. وسمعت من الأخ محمد حجازي إن قراءة سورة البقرة بمقدار 1000 مرة أو 1200 مرة قد تكون مستجاب الدعوة، فقررت أتأكد من الكلام ده بحساب الجمل. فوضعت عدد آيات سورة البقرة 286 وضربتها في 4 مرات المذكورة في السورة بتاعت والغرض منها عدد أحياء الموتى، فطلعت النتيجة قريبة جدا من اللي قاله الأخ محمد حجازي 1144. فحسبت برضو أتأكد بطريقة تانية، فكتبت كلمة بقرة على حساب الجمل وحسبتها طلعت 307. 307 ضربتها برضو في رقم 4 اللي هو مذكور في القرآن مع سيدنا إبراهيم، طلعت 1228، وده برضو الرقم بيدور حوالين الرقم اللي قاله نفس الأخ محمد حجازي في قد تكون مستجاب الدعوة لما توصل للعدد ده. فهل أنا أخطأت في ده ولا؟ فأنا ما أعرف، بس ده الكلام ده وقر في قلبي. طيب الحمد لله رب العالمين، قلنا سورة البقرة بتفتح البصيرة، سورة البقرة بتفتح البصيرة بخاطرك ولا مش بخاطرك، بدك تبلش تشوف معاك. أنت ماشي بالعتمة، كنت في ظلمات هذه الدنيا، خد سورة البقرة، حق على الله أن ينور بصيرتك، مش يعني مش تشوف، تبدأ تتفقد الأشياء، تعرف حقيقتها، حتى حقيقة بيتك وأهل بيتك وجيرانك وأصحابك وأصدقائك وشغلك وكل شيء وتجارتك، ستبدأ البصيرة تعمل وتشوف إنه أنا ليش عمال أشتغل بهذا الشغل، أنا مش بحاجته، ولا هاي أنا بحاجتها، ولا هذا بحاجته، ولا هذا الصديق أنا بحاجته، ولا ذاك الشغل أنا بحاجته. تبدأ ترمي أشياء كثيرة من حولك، لأنه خلص بدأت البصيرة تكون واضحة. أنت لا تريد كل الدنيا، أنت بدأت تتغير أولوياتك وتترتب بفضل الله. معنا كمان قصة إن شاء الله لا من ترويها أختنا أم الحارث، أحد المشرفات الفضليات، وكل المشرفات ما شاء الله عليهم والمشرفين ومشكورين مأجورين، وكل القائمين على هذه القناة وكل المتابعين جزاكم الله خير، اعلموا أنكم في مدرسة عند الله، فلا تظن أنك فقط أنت مديون تقضي دين. هذا سبب مجيئك لها إلى هنا، هذا السبب الذي جاء بك إلى بلغ عني ولو آية. لو أراد الله إن فقط أنك تستغفر لا سمعك على الاستغفار وذهبت بدون أن تبدأ تسمع وتسمع وتسمع فقط، وفتح الله عليك وقضى عنك دينك، أو لا ألهمك أنه الذنوب وتركت الذنوب خلص. لكن الله عمال يهيئك لأمر أن تكون من الذين يدعون من خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تبينون للناس. حالة انتحار، ليش انتحار؟ ما وجد شيء في الدين، ما أحد عرف يوجهه، والله قريب جدا قريب، أحتاج إلى توجيه. الذنوب الذنوب يا جماعة اتركوها اتركوها، أعطاكم الله أدوات خذوها، لا تتهاونوا فيها وامتثلوا لأوامر الله ستسعدوا. نسمع في قصة هنا كاد أن ينتحر، جزاء الله خير أختنا من الحارث في توجيهاتها وبارك الله فيها شوي. طبعا احنا عندنا قصص لا تنتهي، مكتوبة ومقروءة ومسموعة السلام عليكم ورحمة الله. هذه ثالث أخت تتواصل معي بقضية الانتحار، انتحار الانتحار لأخيها وليس لها. سبحانك يا عظيم، ما أعظمك وما أكرمك. وهناك أخت رابعة اتصلت في البارحة تتحدث عن الانتحار، فإن شاء الله سينجيها الله كما نجى هذه الأخوات الثلاثة، وجعلنا الله إن شاء الله سببا في نجاتهن، فمن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا ويتقبل منا. تقول الأخت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا منذ بدأت الاستغفار 4 أشهر
ولله الحمد وسورة البقرة لي 21 يوما أنا أقرأها 4 مرات. الحمد لله قطفت ثمار الاستغفار والمطر، الحمد لله دعائي استجاب لأول مرة منذ 5 سنوات، ولله الفضل والمنة. طلبت كل شيء من الله حتى أعطاني القبول، وقد نجانا الله سبحانه من حريق. كنا جالسين في غرفة، خرج أخي فوجد غمامة في البيت، عندما خرجت كأني دخلت إلى غمام، والحمد لله لم يصبنا أي أذى، ولم وحتى الأدوات البيت لم تحترق، بالرغم أن الغرفة كانت أشبه بمخزن للبيت، فيها جميع أغراض المنزل، ولو شرارة واحدة دخلت إلى هذه الغرفة لاحترق كل شيء في البيت، فسبحان من أطفأها وجعل الدخان بلا نار، سبحانك يا عظيم، إن الله لا يعد المستغفر. حتى جارتنا بعد أيام سألت أمي عن حادثة وتعجبت لأن لم يحترق في بيتنا شيء، كان لديهم تماس كهربائي، احترقت الثلاجة قيمتها 400 دولار، سبحانك يا عظيم. أما نحن فلله الحمد خسرنا فقط طبق خبز قيمته 15,000. أخذت سورة البقرة بعد سماعي لإحدى المشرفات جزاها الله خير، تقول إن سورة البقرة تعطيك قوة وتقوى، فقلت في نفسي هذا ما أحتاجه، كنت سابقا أقرأ البقرة من أجل الزواج، أما اليوم فأقرأها لرضا ربي، فقرأتها 4 مرات وقلت يا رب أنت تعلم، كنت أقرأها لأجل الزواج، الآن أريد رضاك وقبولك ورضاك عني وقربي منك. وخلال أسبوع مع قراءة سورة البقرة كنت أقرأها، تأتيني فكرة جديدة من طاعات، لماذا لا تصومين الاثنين والخميس، لماذا لا تفعلين كذا وسيقربك الله أكثر، وكأنني حصلت على معلم يرشدني مع سورة البقرة، حتى أن الله رزقني خبيئة بيني وبينه، أرجو من الله تقبلها. ومع قراءة سورة البقرة أمي كانت تعاني من ألم في البطن لمدة 3 سنوات، كنت أقرأ سورة البقرة وأضع يدي على بطن أمي، ولله الفضل والمنة، خلال أيام قليلة على ما أظن 5 أيام أو أقل اختفى الألم، ولم تعد أمي تأخذ دواء والحمد لله. أما قصة أخي مع قراءة سورة البقرة، بدأ يغضب كثير ويهدد بالخروج من البيت كأن صوته يعلو على أمي. خرج أخي من البيت في الليل في وقت متأخر جدا، ثم اتصل بنا لكي يودعنا ويخبرنا أنه سيلقي نفسه في النهر. عندما سمعت كلامه كان صاعقة، وكأن صاعقة نزلت علي، لا أريد موته في هذه الطريقة، فأنا أدعو الله ليلا ونهار أن يهديه ونجتمع في الجنة مع والدي والمسلمين والمسلمات ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت متأكدة من أن الله لا يعذب مستغفر، هذا وعده وحاشاه سبحانه أن يخلف وعده، لكنني بشر لم أستطع تفكير بشيء، ظللت أبكي وأكمل وردي من سورة البقرة، واتصلت بأختي أم الحارث فجزاها الله عني كل خير، لم تتركني لا من دعاء ولا من نصيحة، فكانت عونا لنا في كلامها، ربي يجازيها عنا خير. نمت وأنا أقول إن الله لا يعذب مستغفر، ومن أصدق من الله قيلا. والحمد لله في الصباح علمنا أن أخي قد أغمي عليه بسبب جرح أصابه في يده، سبحانك يا عظيم. والحمد لله عاد للبيت سالما، حتى أخبر أنه سينتحر. كنت قلقة عندما أخبرنا أنه سينتحر، كنت قلقة على أمي أن تصاب بجلطة أو بسكر أو بضغط، والحمد لله جعل الله العسر سهلا علينا. هذا الكلام باختصار، وأهم من هذه قصص أني عرفت الله أهم من هذه القصص أني عرفت الله سبحانه مع الاستغفار، فجعلني شكارة له. أصبحت أتوضأ أو أفعل شيء أقول الحمد لله، هذا بفضل الله ومنة منه، ليس بحول مني ولا قوة. حاولت الاختصار قدر الإمكان، لكن الحديث عن فضل الله يطول ولا يحصى أبدا، وهذا فضل الله علينا. الحمد لله تقبلنا الله ورزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه. أسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص والصواب في القول والعمل. السلام عليكم ورحمة الله. طيب إن شاء الله، مشكورة الأخت أم الحارث أحد المشرفات على جروب النساء، إن شاء الله مشكورة جزاها الله خير، بارك الله فيها، ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا، لك الأجر والثواب إن شاء الله في هذا العمل. أنا إن شاء الله سأقرأ القصص الآن التي بقيت معنا هنا، أقرأها واحدة تلو الأخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أختي الأستاذة شيماء، أنا من سوريا، أنا انصدمت من أشخاص غدروا فيا
ودخلت في صدمة كبيرة. ذهبت إلى علم الطاقة وقنوات التاروت 4 سنين، وأنا أتابع قنوات التاروت وعلم الطاقة والنفس. خدعت من دكتور نفسي، كنا متفقين على زواج ولم يحقق وعده إلي. دمرت نفسيتي، ألم وصراخ كل يوم كل يوم، أبكي مدار 4 سنوات. دخلت صدفة اليوتيوب، شفت قناة أستاذ محمد حجازي يتكلم عن الاستغفار، وقلت في نفسي أخذ الاستغفار. وذهبت ثاني يوم اشتريت مسبحة حتى أستغفر فيها، ولزمت الاستغفار 30,000 في اليوم والحمد لله. عدت شهرين وبدأت ثمار الاستغفار، أول رؤية نزل المطر، بعدها مطر حقيقة، بعدها خطبني رجل صاحب أخلاق ودين وتزوجت ورزقني الله منه ولد، بعدها رزقني في وظيفة الحمد لله، بعدها أخذت سورة البقرة وتركت كل قنوات التاروت وعلم الطاقة وعلم النفس وأخذت التحصينات، وصار عندي هجوم الشياطين الحمد لله، نصرني الله عليهم. وهذا أنا شافاني من جروح قلبي وصدمتي، وزوجني ورزقني الذرية الصالحة ورزقني وظيفة الحمد لله قبل 1.5 سنة. تابعت أستاذ محمد حجازي ونجاني من همي وحزني، السبب الله ثم أستاذ محمد حجازي، والاستغفار هو المنجى من الضلال والجهل. نعم، هذه كانت قصة من سوريا، نأخذ القصة الثانية إن شاء الله. قلنا هنا في قناة الأخت جيماء فتحت قناة جديدة، فأرجو الاشتراك فيها، هي تقتبس من قناتي في أشياء أثرت فيها، فممكن أنك تسمع فيديوهات مهمة مثلا بالنسبة لها قد تؤثر فيك أنت كمان ولابنتها كمان. قناة أخرى بلغ عني ولو آية، ونريد أن ننشر هذا الكلام. نعم، لا نأتي بكلام من هنا وهناك، لكن من الذين عاشوا الحقيقة، فهي تقتبس من القناة وتخرج لكم بهذا الكلام. ففي مرات يعني الواحد درس واحد بغير حياته، يعني بيبقى الدرس يعني واقعه مطابق لواقع الشخص، فيأخذه محمل الجد وينتقل، فهو بالنسبة له هذا الدرس قدوي، فيريد أن يخبرك في هذا الدرس، فتابع. الحمد لله رب العالمين. لا ننسى إخوتي الكرام، كل أخ له أصدقاء أجانب يعني لا يتكلم العربية أو يستصعب اللغة العربية، في عنا بالإنجليزي، في عنا مترجمين، عند قنوات بالإنجليزي تتكلم إنجليزي، وفي قنوات مترجمة، والآن صارت القصص مترجمة يترجموها، والحمد لله رب العالمين. من لا عنده، ما في عنده نت وبده أوديو، صار في عنا جروب يشتركوا على التليجرام، ممكن أنك تنقل القصة من التليجرام إلى الواتساب، إلى صديقك، إلى صاحبك، يعني مش فيديو، خلاف القناة والفيديوهات. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي الأستاذة شيماء مشرفة التليجرام بلغ عني ولو آية، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أتحدث عن تجربتي مع الاستغفار، حيث كنت داخل قناة الشيخ محمد حجازي من 2023 ورأيت الاستغفاره، وكنت أستغفر بعدها أشعر براحة وسكينة وانشراح مثل انشراح وقت الصلاة، وقت صلاة الفجر، وأصبحت أصحو لصلاة الفجر وقلبي مطمئن بفضل الله، وقلبي مطمئن بفضل الاستغفار. وقلبي مطمئن بفضل الله ثم بفضل الاستغفار علي. كنت أدعو أشعر بكل اطمئنان الحمد لله، حتى جاء يوم غادرت القناة، يعني جاء اليوم وغادرت القناة، ليأتي بي ربي مرة ثانية. الآن سبحان الله العظيم وبحمده، دخلتها وعندما شاهدت كلام الشيخ محمد حجازي، كلامه محفز وقصص المتابعين، تحمست أكثر وتركت كل القنوات والجروبات في كل مواقع التواصل والتزمت معه فقط.
بورد الاستغفار، وجل همي باليوم أصل 30,000 في الاستغفار، ووجدت الراحة النفسية والسكينة والحمد لله، مع رؤى مبشرة. أحدها كانت رأيت نفسي داخل بستان كبير فيه عنب كثير سبحان الله، كنت داخلة وأكل منه وكنت سعيدة جدا، وشعرت إنها هدية حلوة من الله لي في الدنيا والآخرة أحلى بعدها. لحظة، نعم نكمل الرؤية إن شاء الله. وشعرت إنها هدية حلوة من الله، حلوة من الله لي في الدنيا والأخرى أحلى بعدها. بعدها اليوم رأيت الشيخ محمد حجازي برؤية سبحان الله، كان واقف بنفس عمره وشكله في الدنيا، وأمامه بحر كبير وواسع صافي كأنه أبيض، وقال هيا نحارب الجماعات المتفرقة، هيا نحارب الجماعات المتفرقة، هيا نحارب العمائم المتفرقة، شدوا السراج وأحيوا الهمة في الاستغفار. كررها 3 مرات، أحيوا الهمة في الاستغفار 3 مرات، أحيوا الهمة في الاستغفار. وبدأ يقاتل بهم على اتجاه جهة الماء وانتهى، لكن راحة لا توصف وسعادة كأنك في الجنة. استغفر وأبشر بالخير والعطايا، وإن شاء الله يا رب أبشركم أكثر بكل ما هو خير وجميل، وشد الهمة كما قال أخونا الشيخ محمد حجازي، وإن شاء الله أمة منصورة. جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل محمد حجازي، رزقك الله الفردوس الأعلى وثبتكم على الدين. أنا من العراق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نأخذ قصة أخرى إن شاء الله. أنا شاب 20، بدي أحكي قصتي مع سورة البقرة باختصار. أنا كنت منغمس بالشهوات والمعاصي وبعيد كل البعد عن الطاعات، والحمد لله رب العالمين بفضله تاب علي ورزقني قراءة سورة البقرة من سنة. ما كنت أتابع العم حجازي، ما كانش يتابعنا، الله ألهمه يقرأ سورة البقرة. بلشت أقراها بدون استغفار وأذكار، صار علي هجوم شرس من الشياطين، أحلام مزعجة وأرق وخوف وعذاب كثير وصداع ووجع متفرق بأعضاء الجسم. ما كنت أعرف بهذه الأمور زيادة، وصلت في أروح الأطباء، وكل طبيب يعطيني دواء مختلف. صرت أكثف القراءة يوما بعد يوم، صرت أقراها 4 مرات أو 5 وأحيانا أقل لمدة شهر ونصف تقريبا، وبلشت تخف الأعراض شوي شوي، والحمد لله كان في عادات ما قدرت أتركها، بس بفضل الله وسورة البقرة تركتها وتعافيت من الوسواس القهري، وسواس الموت، ومن الرهاب الاجتماعي والإباحية المفرطة والعادة. وصرت أكره الأغاني والمسلسلات والأفلام والسوشال ميديا والسهر، والحمد لله صحتي صارت تتحسن من أثار المعاصي والإباحيات، وتركت التدخين بفضل الله. صارت أغلب صلواتي بالمسجد، مع أني كنت مو ملتزم حتى بالبيت. كشفت لي حقيقة كثير أشخاص قريبين مني بدون أي جهد مني سبحان الله، بصيرة نعم. وصرت ملتزم بالأذكار أكثر وأكثر، بالأخص الصلاة على نبينا محمد، وكنت أستغفر بس ما أصل أعداد كبيرة. كنت أدور على شغلي أترزق منها قبل أن أترك التدخين، والحمد لله ثاني يوم تركت التدخين الله رزقني بشغلي ثانية تكفيني احتياجاتي. مع العلم أنا خريج جامعة جديد، وكنت أشتغل ببلاش لأكسب الخبرة بمجال شغلي. ومن فترة بلشت أشوف فيديوهات العم حجازي، مع أنه كنت أشوف على اليوتيوب بس ما كنت أتابع ولا أفتح القناة. وأول فيديو شفته كان يقول لا تتخربط بكثرة الأوراد ولا تتشعب، وبلشت بالاستغفار والحمد لله، وما في يوم بنزل عن 40,000 من شهر تقريبا، وأيام 50,000 و60,000 استغفار. وشفت رؤى مبشرة والمطر
وناطر الخيرات بإذن الله. ومستمر مع سورة البقرة مرتين يوميا مع الاستغفار. سورة البقرة هدية من رب العالمين، الله يقدرني يحافظ عليه حتى ألقاه. سورة البقرة هي دواء لكل الأمراض النفسية، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذها بركة وتركها حسرة. تحياتي للعم حجازي لكل متابعين، بلغوا عني ولو آية. يعني الرجل ساقه لما ساقني في الماضي، أخذ 4 مرات 5 مرات، شلح سقطاته، شلح سقطاته. شو دي يرجع يقول لك كيف شلح سقطاته بمرة؟ تقول لك أنا أخذت 4 مرات فشلحت السقطات وتغيرت الأحوال. هي مدية انتهى، ينزل بالأعداد الآن. نعم، هذا هو جمال أن بلغوا عني ولو آية. نسمع كمان كلام. الحمد لله راح مع الاستغفار وطمأنينة، استغفر قبل كل صلاة وبعدها عدد لا محدود بالسبحة، عددها 200، أكررها الحمد لله كل وقت وفي فترة، لا أذكر متى، لكن ما كنت مهتمة، والآن بعد أن تفرغت إجازة بدأت أتابع القناة، وتقريبا يوميا الآن أتابع 3 مقاطع الأستاذ حجازي، محمد حجازي. شوف كمان، شوفي كمان هنا، طيب نرجع على القصص المكتوبة هنا إذا في بعد شيء، عشان إن شاء الله كل القصص تبقى وصلت. طيب نسمع هذا الكلام. قبل تقريبا 23 يوم كنت أعمل مع شخص في محله، فقررت إنهاء خدمتي معه لأنه يشتغل مع والده في ذلك المكان. المهم جلست ليلة كاملة في كرب شديد جدا جدا، ولكن كان لساني على الحوقلة. سبحان الله، بعد يومين اتصل علي شخص قال لي تعال اشتغل عندي. قلت له أبشر، وأنا الآن أعمل معه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أنا شاب عمري 25 سنة، أنا نقلت من الواتساب للهاي فكانوا مربوطات ببعض القصص. أنا شاب عمري 25 سنة ولله الحمد متزوج، كنت أمر بمشاكل مالية صعبة جدا وديون، وبدأت في الاستغفار من تلقاء نفسي. وقبل أكثر من سنتين رأيت فيديو للشيخ محمد حجازي، لكن لم أصدق كلامه. سبحان الله، كمان مرة بدأت الاستغفار من تلقاء نفسي، وقبل أكثر من سنتين رأيت فيديو للشيخ محمد حجازي، لكن لم أصدق كلامه إلا بعدما عشت الاستغفار ووجدت بعض النتائج. لكني الآن متيقن جدا من كلام الشيخ حفظه الله ورعاه وبارك الله فيه. كنت أعمل وظيفة لا أحبها نهائيا، وكانت لدي مشكلة مع الديون، راتبي كله يذهب بعد دقائق من استلامي له بسبب كثرة الديون. المهم بدأت بالاستغفار لكن بدون عدد، فبعد 4 شهور متواصلة من الاستغفار الدائم بدأت تتحقق الأشياء التي كنت أريدها. تركت الوظيفة، المشاكل الكثيرة والكبيرة التي حدثت لي مع الإدارة، أهم شيء أني تركت تلك الوظيفة، كنت أعتبرها سجنا، يعني هو كان كاره لهذه الوظيفة وتركها. وقضى الله ديوني، جاء شخص، سبحان الله، جاء شخص وقضى كل ديوني والحمد لله. سبحان الله، عجب. ورزقك من حيث لا تحتسب، في الاستغفار رزق من حيث لا تحتسب. وقضى الله ديوني، جاء شخص وقضى كل ديوني والحمد لله. وسافرت وذهبت لأعمال أخرى غير تلك الأعمال، وكل هذا والله أعلم حدث بسبب الاستغفار. وكان حدوث هذا الشيء مستبعد، مستحيل بالنسبة لي في تلك الفترة، فسبحان الله. أما بالنسبة لزواجي فقد تزوجت بسبب الدعاء، ما كنت عندي فلوس ولا شيء، رب العالمين سخر لي أشخاص قدموا لي المهر. ما أذكر حدث مهم لي في حياتي إلا بسبب عبادة معينة أو ذكر معين، فسبحان الله العظيم أحمده من هذا عذرا فسبحان الله العظيم أحمد من أنغولا غرب أفريقيا.
تحت أحمد من أنغولا من غرب أفريقيا. من كل بقاع العالم الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، هذا فضل الله. نعم يا إخوتي الكرام، لا ننسى فهرس القناة، فيه حلقات جدا مهمة من خلال العنوان ممكن أن تجد ضالتك، والإخوة الذين أنشأوا القنوات ادعموهم، دعموهم يعني عشان ينتشر هذا الكلام، لما بتكبر القناة بصير ناس أخرى، عسى الله أن يغير واقع هذه الأمة. نعم نعرف الله، عندما نعرف الله الله سيعطينا كل شيء، سيقوينا سينصرنا سيكون ولينا. نعم نعم المولى ونعم النصير جل في علاه، هكذا نحب الله ويحبنا الله. الله يريدك أن تعرفه جل في علاه، مش فقط إني أنا باكل وبشرب وبقرأ قرآن وبصوم وبصلي وبحج وبزكي وأنا مش عارف حالي مع مين، أين الله، يعني مش أين الله هو في السماء أو أي مكان، لا يعني أنا عايش مع الله في كل وقت، مراقب شاكر حامد ذاكر محب. والذين آمنوا أشد حبا لله، بدي أوامر الله على رغبات نفسي، هكذا. وهذه القصص لا تنتهي سبحان الله. لا تخاف من سورة البقرة لأنك ستبقى ضايع كل حياتك. المرأة اللي بدها تصير أم التي بدها تتزوج وتصير أم بدها تمر في المخاض الولادي، يعني هو نزهة، أهو النزهة هذا تصير أم؟ لما عمر سيدنا عمر عندما ذاك الرجل طاف بأمه وقال يا عمر هل وفيت حق أمي؟ قال له لا أدري أهو عمر أو أرد والله لي أم سيدنا رسول الله، قال فقال إنك لن توفي حق طلقة من طلقات الولادي. فهذه المرأة عشان تصبح أم مش بدها تفوت في المخاض الولادي وآلام الولادي وصهر الليالي؟ طيب ليش انت بتستكثر حالك تصير انت انسان سوي ما بتركضش ورا ولا شيء، وكل شيء عندك موجود، بتعرف ان الله راضي عنك من كل التيسير الموجود، همك مش الدنيا، ولا تركض ورا سراب، ولا انت مضغوط ولا انت مهموم. يعني قالوا للامام احمد يوما ما سيحصل غلاء، قال وانا مالي ومالي الغلاء، قال لو كانت حبة القمح، يعني أظن أنه للإمام أحمد بن حنبل هذا الكلام، لو كانت حبة القمح تساوي 100 درهم وأنا مالي، أنا علي أن أعبده وعليه جل في علاه أن يرزقني، ونحن نعبد الله مالنا ومالي الغلاء والحروب وكل هذا. الله يحل يسلط الحروب حتى يؤدب الناس، ويسلط الزلازل يؤدب الناس ويخوفها لتعود إليه. مالي ومالي الغلا ومالي ومالي البين، أنا علي أن أعبد الله وراقب الله، والله وعدني، ومن أصدق من الله قولا ومن أصدق من الله وعدا جل في علا. وعد في الحياة الطيبة، وعد في الرزق، وعد في التمكين، وعد في الصحة، وعد في القوة، وعد في كل شيء إذا أنت تبت. لكن لا تستمر قر 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 فلان وفلان 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 وتحبط بالآخر عملك، كل صلاتك وعملك تنسي بأنه فضل كل هذا اللي أنت جميل، شيخك علمك ادعي له بارك الله فيك شيخ نحبك في الله يا شيخ، ما تقول لولا هذا الشيخ أو لولا فلان أو لولا الرئيس أو لولا الوزير أو لولا لولا، لا تقول لولا هذا وذاك لا هلكت، لا لولا أجلكم الله الكلب لسرقنا لكنه نبح فنبهنا، هذا شرك. لا تستغيث بغير الله، لا تقول يا زهراء ولا تقول يا حسين نحبهم في الله، نعم آل بيت، لا تقول هذا، لا يجوز، هذا شرك يحبط العمل بالآخر تيجي مفلس. ما كشفنا القبور، القبور ما كشفناها، أين ذهبت الناس التي أشركت؟ ومع المعلومة ضمنا كل من يشرك يحبط عمل، لأن أشركت الله يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام، ويقول لمحمد ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ما إلك إيش عند الله يحبط العمل وتكب العياذ بالله، كلنا في جهنم. لا التوسل لا يكون هكذا، أنت
بدك تتوسل مثلا بالحسن أو بالحسين أو برسول الله، بيقول يا الله بحبي، شوف مش بحبك، بحبي لأني أنا بحب رسول طاعة لله، فهذا عمل صالح أنا بعمله، بحبي يا رسول الله، بحبي يا الله لرسول الله، فرج ما أنا فيه. فهمت كيف؟ أنا هيك أحب العلماء أن نقول مش بحبك يا الله لرسول الله، لا، لكني بحبي لرسول الله يا رب يعطيني، فأنا عملت عمل صالح إني أحب رسول الله، أو إني يا رب إذا رأيت إني هذا العمل خالص توجهك الكريم فأعطيني كذا، هذا العمل الصالح توسلت فيه كما قلت أنا المقايضة. فأما أن تقول نجيني يعني وكأنك يعني زي اللي بيقولوا هذا يا عذرة يا عذرة أو يا حسين أو يا، لا يجوز لا يجوز لا يجوز، ولا يا محمد لا يجوز، يا الله إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة ما استثناش الأنبياء ولا استثنى أي ولي، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا لن ينفعوك بشيء، فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، ولن يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، فأخرج من هذه الدائرة، أخرج أهرب، نعم أهرب من هذا الشرك، تتملس الأضرحة وهكذا، أخرج أهرب، تصلي علي رسول الله وعلى آل بيت رسول الله، ونصلي على رسول الله السلام من باب أن الله أمرنا فنمتثل أوامر الله، مش لكن لا نطلب النجدة والمدد منهم، ما في مدد، المدد من عند الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أإله مع الله؟ مين الله قال لك يعني سألون واسألوا رسول الله في بعد الممات؟ فحب رسول الله لازم يكون فيه له يعني لا تشركوا بالله، لا تشركوا بالله ويحبط عملك أنت، وكذلك آل البيت، وكذلك أي شيء آخر. الله جل في علاه متفرد في هذا الخاصية، هاي له الملك وله الحكم وله الأمر ويدبر الأمر من السماء، الله لا حدا، ما حدا بيدبر معاه ولا حدا يقضي معاه شيء، حرام تضوع كل عملك في الدنيا بالآخر يحبط العمل، ما فيش لك شيء، حرام، حرام انك تتبع ناس يعني كشفت القبور ورأينا وين احوال الناس وين رايحة، هي تتقلب في نعيم ولا في جحيم. اياك اخي ان تشرك بالله، ان الشرك لظلم عظيم، فديروا بالكم، ديروا بالكم أن تستعينوا بغير الله، أنت تأخذ بالأسباب، بدك أنت محامي مشي لك قضيتك، تسأل الله يا ربي أخذ هذا المحامي، وأنت عارف أن الله اللي بيمشي القضايا، لكن هذا سبب من الأسباب هكذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانشروا هذا الكلام جزاكم الله خير، ابتعدوا عن الشرك والشرك الخفي، وديروا بالكم منه، هذا مهم جدا، حرام بالآخر، أنت بتعمل 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 كل روح هباء منثورة، كالذي يضع كل البيض في كيس ممزوق وكله مكسور، ما فيش الكيس فارغ، ما فيه شيء، لم تجمع به شيء، نعم هذا الشرك ينسف كل شيء. السلام عليكم ورحمة الله.